من الممكن أن يكون الأمر أن يقعوا في أمر أشد من هذا. نحن وجدنا الناس في فقر، حتى أن أحد من الناس أعرفه بشخص حدثت عنه قصة وأظنه لا يزال حيا إلى الآن. لا أستبعد أن يكون هذا الرجل حيا إلى الآن إن لم يبلغني خبر عن وفاته. وقعت ما هو أقدر من الذباب بكثير، وقع جعل، وهو الذي يعيش في القذارة في إناء سم له. ماذا فعل؟ هل أراق الإناء؟ بل بلغ به الأمر ما هو أشد من ذلك، بلغ به الأمر إلى أن أتى بالعجب. ما اكتسى أن يخرج الجعل من السم، بل مصبخ وقال بهذه اللهجة، قال دخلت حافي وتخرج حافي، دخلت حاف وتخرج حاف، نصف الزعل حتى لا يبقى شيء من السم فيه. قال دخلت حاف وتخرج حاف. إلى هذا الحد الناس الذين عاشوا في هذه البيئة، هل يقال بأن يحكم عليهم لو وقع شيء من في هذه الأشياء أن يريقوا آنيتهم بسبب وقوع ذباب أو نحو ذلك، حتى يجعل من هذه الرواية يعني سيف يصلت على رقاب الروايات؟